انتوا بتذاكروا؟ ايوه بنعمل الواجب. انا لحد دلوقتي للاسف مش قادره افتكر اساميكم قوي. انا اسمي هند. وانا اسمي فرح. وانا اسمي ريوان. وانا اسمي زهره. في سنه كام؟ انا في تانية ثانوي. انا في ثالثه. انا في خمسه. وانا ما بعملش حاجه. عايزين تطلعوا ايه بقى؟ مش عارفه. انا ساعات ابقى عايزه اطلع دكتوره وساعات ابقى عايزه اطلع مذيعه او ممثله. بس انا مره بقى رحت قلت لبابا يا بابا انا عايزه امثل. زعقلي وشخط فيا وقال لي ما فيش تمثيل يا هند. من ساعتها بقى انا مش عارفه اطلع ايه. ما انت لو ركزتي يا هند وحطيتي قدام عينيكي كده اللي انت عايزه توصلي له بابا هيوافق على طول. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ قصك حلوه قوي يا طنط. وانتوا كمان زي القمر. انتوا عارفين لما تكبروا كده وتبقوا قدي هتبقوا احلى مني مليون مره. طب يا طنط لما حضرتك حلوه وصغيره اتجوزتي بابا ليه مع انك كان ممكن تتجوزي واحد صغير زيك؟ هو سؤال ذكي قوي يا هند. بس انتوا عارفين اصلا الواحده بتتجوز ليه؟ ليه يا طنط؟ تبقى محتاجه انسان يحبها ويبقى في ظهرها ويصرف عليها ويحميها وهي كمان تكون بتحبه وعايز تعيش معاه العمر كله. بابا جوزك وانت اتجوزتيه عشان كده؟ طبعا يا فرح. علشان كده بابا قاعد معاكي على طول وسايب ماما وطنط فهيمه لوحديهم. مين قال الكلام ده؟ مين قال ان بابا قاعد معايا على طول وسايب مامتك وطنط حليمه لوحدها؟ عشان مش بشوفه بينام عندهم زي الاول ودايما قاعد عندك. هما كام يوم بس كده يعني. لعلمكم بقى بابا الحاج عمره في حياته ما فرق بالمعامله بينا كلنا وبيحبنا كلنا قد بعض. واحنا كمان كلنا لازم نحب بعض. عارفين ليه؟ عشان كلنا عيله واحده. امال ماما زعلانه من حضرتك ليه؟ انا اقدر ازعل ماما؟ طب لعلمك بقى انا وماما هنبقى اصحاب زي ما انا وانتوا كده هنبقى اصحاب ان شاء الله. طب انت عارفه ماما بقى قالت لي ان انت بتكرهينا وعدوتنا وكمان خطفتي بابا منها هي وطنط حليمه. ايه ده يا حبيبتي؟ والله ما خطفت بابا ولا حاجه، هو اللي اتجوزني. وبعدين انا بحب ماما وطنط حليمه قوي وبحبكم كمان قوي، بعتبركم زي ولادي وزي اخواتي. طب عمركم سمعتوا في الدنيا ان في حد ممكن يكره ولاده او اخواته؟ والله واحنا كمان حبيناكي قوي يا طنط. انا حتى اول ما شفتك قلت لماما وطنط حليمه ان انت زي القمر فزعقولي. طبعا لازم يزعقولك. عارفه ليه؟ ليه يا طنط؟ علشان ماما زي القمر وطنط حليمه كمان زي القمر. وبعدين الجمال مش جمال الشكل، جمال الروح. يعني ايه طنط جمال الروح؟ يعني تبقى طيبه زيك كده وتحب الناس كلها وما تاذيش حد ابدا. طب هو بابا هيتجوز تاني؟ والله يا حبيبتي الله اعلم. انت عايزاه يتجوز تاني؟ والله مش عارفه بس ما اعتقدش انه هيعملها. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انت زي القمر ومش هيلاقي واحده زيك. كتر خيرك والله. انت كمان زي القمر، شكلك كده ايه قروبه في المذاكره وبتاكلي كتب اكل. ما قلتليش عايزه تطلعي ايه؟ اوعي تقولي عايزه تطلعي ممثله. انتوا ازاي ترغوا وتتكلموا مع الحربيه اللي بتتسمى اللي اسمها زهره دي؟ اسمعي يا بنت انت وهي، اياك واحده فيكم تنطق معاها نص كلمه، فاهمين؟ ليه يا ماما؟ دي حتى طنط زهره طيبه وبتحبنا كلنا. طيبه طيبه ايه يا بنت دي؟ يا عقربه. طنط زهره عقربه يا ماما؟ على فكره انا شفت قبل كده عقربه في التلفزيون مش شبهها خالص. يا اختي تخيبي، هو انت شفتي عقارب؟ دي عقربه وبتقرص كمان. كفايه انها خطفت ابوكي مني ومن حليمه. يعني هتقرص بابا؟ قرصته يا اختي، قرصته واللي كان. اللي هتتشك في قلبك يا زهره يا بنت ام زهره. لا يا ماما حرام عليكي ما تدعيش عليها، دي طنط زهره جميله وجابت لنا حاجات حلوه قوي وهي مسافره مع بابا. هي مصاري ابوكم، هي ما في الا ولا فرنج واحد، هي كانت ممرضه وعلى قد حالها. ولما هي على قد حالها يا ماما بابا اتجوزها ليه؟ لك يا حبيبتي ابوكي كان مرضان وهي ضلت تبكي قدامه وتتمسكن لحتى حن عليها وتجوزها. لا يا ماما بابا اتجوزها عشان هي حلوه. هي من ناحية حلوة فهي حلوة أحلى من اللي اتجوزهم قبليها. حتى ماما كمان يا هند. لك شو هالسؤال ها؟ إلا بالذمة يا ماما، أنت أحلى ولا هي؟ لك ليكوا على هالحكي أنا طبعاً. مظبوط يا ماما أنت أحلى عشان أنت ماما، بس أنا بصراحة كده بقى حاسة إن بابا بيحبها أكتر منك أنت وطنط فهيمة. أنت سمعتي أبوكي حكى هالحكي قدامكم؟ لا بابا ما قالش حاجة، بس تقدري تقولي لي هو ليه قاعد معاها على طول وسايبك يا عيني أنت وطنط فهيمة؟ ماما وقعت تفكر انا بسخنك على بابا، انا بنصحك لوجه الله. دي حتى كل لما تشوفني بتجيب لي شوكولاته. دي هتجيب لي لابتوب احدث موديل. لابتوب؟ قومي انقلعي انت وياها وليه؟ قوموا اطلعوا لبرا، لابتوب عليكم وعلى اللي خلفوكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني.
وحشتنا عيني. بسم الله ما شاء الله، تبارك الخلاق. أنا كل يوم بشوفك أحلى من اليوم اللي قبله. ربنا يخليك لي يا حبيبي. أنت بس عشان عينيك حلوة بتشوف كل حاجة حواليك حلوة. تعرف يا روح قلبي، أنا من يوم ما اتجوزتك بندم على الأيام اللي فاتت من عمري. أنا ليه ما انضربتش بالرصاص من بدري عشان أشوفك؟ بتشر عليك يا فرج. إلهي ربنا ما يقعدها تاني يا حبيبي. على فكرة بكرة إن شاء الله عايزك تعدي عليا على المكتب شوية. ليه خير؟ هيجينا مأمور من الشهر العقاري عشان أسجلك الفيلا الجديدة بتاعتك. والنبي صحيح؟ هي خلاص شطبت؟ قدامنا كمان أسبوعين على ما تتفرش. ربنا يخليك لي يا فرج. على فكرة كتير قوي اللي أنت بتعمله لي ده. مفيش حاجة تكتر عليك يا روح قلبي. ربنا يخليك لي يا حاج. أنا كنت عايزة أطلب منك طلب وخايف أحسن تكسفني. اطلبي يا حبيبتي، طلباتك أوامر. يعني كنت عايزاك تخلي بالك من حليمة وفهيمة، ما تظلمهمش يعني. أعوذ بالله، أنا عمري ما أظلم حد أبدا. دول هم بتصرفاتهم الغبية وعاملهم السودة هم اللي ظالمين نفسهم. بعدين ما تنسيش يا حبيبتي إن هم أمهات بناتي وواخدين حقهم تالت ومتلت. تالت ومتلت، خلاص عرفنا. تعالي سودك مني. بدي كل خير. تعالي اقعد. أنا ماني شايف الخير من ناحيتك. والله يا شكلك هبلة وعبيطة. أنا هبلة؟ آه طبعا، عشان فهيمة عمالة تسخنك عليا. غمضي عينيكي. فتحي عينيكي. ايه رأيك؟ شو هاد؟ عجبك؟ بتاخد العقل؟ لعلمك وانا ماشي في السوق كده بصيت عليه وسرحت، وبقيت اقول لحاج فرج لعلمك الطعم ده مش حيليق غير بس على حليمة. عارفة ليه يا حليمة؟ ليش تقبريني؟ عشان انتي احلى واحدة فينا طبعا يا حبيبتي. وريني كده بنت حلاوتك كده. شوفي يا ودي، انا هخلي بقى الحاج فرج النهارده يبات عندك، بس عايزاكي ايه تبقي على سنجه 10 ان شاء الله. بتعمليني كنت خيرك يا حبيبتي. اوعي تجيبي سيره الفهيمه، مش عايزه اقولك بتكرهي الكره العامه. وليش بقى لحتى تكرهني؟ شو بدها تساوي يعني هالمره؟ شو مفكره الحجي جوزة مو جوزي؟ والله انا قلت لك بقى وانت حره. أفان يلزم خدمة؟ شش، بطي حسك حليمة هتسمعنا. ليه؟ هو في إيه؟ كنت عايزة أتكلم معاكي في موضوع مهم قوي قبل الحاج. أنا بصراحة مش مستريحة ليك، أنت عايزة إيه؟ عايزة مصلحتك يا عبيطة. نتكلم في الأوضة عندك ولا في الأوضة عندي؟ نتكلم عندك. ليه نتكلم عندي؟ هو أنت على راسك ريشة؟ لا خالص. تعالي. خير؟ تشربي إيه؟ لا مش عايزه اشرب منك حاجه. لا والنبي لازم تشربي حاجه. هو انت مصممه ليه؟ انت عايزه تسميني ولا ايه؟ اخص عليكي طبعا. اكيد الست اللي اسمها حليمه دي ملاكي من ناحيتي. حكم الست دي بتقبل العمه ولا تقبلنيش؟ ده الحاج قال عليها كلام قد كده. بيقول عليها ايه؟ لا بلاش بقى يا اختي، احسن بعدين تروحي تقولي لها وتعمل مشاكل مع الحاج. لا لا صدقيني مش هجيب سيره. قولي لي قال عليها ايه؟ قال عليها انها ست غلاويه وانانيه ما بتحبش غير نفسها، وانها بتاعت مشاكل. ازيك انتي طيبه وحنينه؟ لعلمك هو بيحبك اكتر واحده فينا. بسمتك الحاج قال عليا كده؟ امال انا كذابه يعني؟ اه الحاج عندك اسالي. انتي عارفه لما كنا في الحج كان يديني فلوس ويقول لي اشتري اغلى حاجه لفهيمه واولادها. انا كمان حوشت فلوس وجبت لك هديه حلوه قوي، بس يا رب تعجبك. استني. جنب بصي، ايه رايك؟ قوليلي. الله ذوقي جنن. انت اللي جبته لي يا زهره؟ اه والله العظيم انا حتى قلت مش هيليق على حد في الدنيا غير على فهيمه بس. تسلمي لي يا حبيبتي. اوعي تقولي لحليمه ان انا جبته لك. لو سالتك قولي ان انت اللي اشتريتيه، او قولي لها ان الحاج هو اللي جابه لك. اه هقول ان الحاج هو اللي جابه لي عشان افرسها. انا كنت عايزه اقول لك على حاجه تانية بس خايفه احسن بعدين تزعلي. ايه؟ الحاج ناوي يبات الليله دي عند حليمه. ويبات عند حليمه ليه؟ اشمعنى هي؟ انت مش هتخلي عندك دم بقى وتيجي تزوريني؟